حادثة يعني هي حادثة بشعة شوية. يعني يمكن زمان في أيام الجاهلية قبل ظهور الإسلام كان العرب لما تتولد عندهم بنت يدفنوها حية، وإذا الموءودة سئلت، ده الآية الكريمة يعني في القرآن. وللأسف في القرن 21 بتتكرر هذه الحوادث البشعة. الخبر اللي عندنا بيقول إنه في محافظة البحيرة سيدة قامت بقتل بنتها، خلفت بنت طفلة رمتها في رمتها في المية، في خزان مية، علشان جوزها مش عايزها تخلف بنات. فتخيلوا يعني في القرن 21 دي جريمة شهدتها قرية زاوية سالم بمركز أبو المطامير في البحيرة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الحادثة. معايا أولا أستاذ محمد الجرحي، محامي الأم المتهمة بقتل طفلتها في البحيرة. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، تشرفنا. هل هذه السيدة قامت بهذه الجريمة البشعة يعني فعلا؟ حضرتك هي عشان ما نبقاش كذاب، هي أول ما دخلت قدام النيابة اعترفت، ولكن من الصعب جدا إن أي أم تعترف بإن هي قتلت بنتها. فكده في لبس غريب جدا وحاجة مريبة، إن أم بتقتل بنت وتمثل جريمة وما عندهاش أي إدراك أو إحساس بإن هي قتلت مثلا. تمام. لما قالت كده قدام النيابة واتكلمت، طبعا احنا عرفناها عقيب الحاجة زي كده، اتكلمت برضو أكتر. المفروض إن هي لما تعرف إن دي حاجة بتودي مشنقة مثلا موت حاجة زي كده، إن عقابها كبير جدا حتى عند ربنا، فالمفروض إن هي تقول لأ، تنكر يعني ما حصلش بالظبط، ما نكرتش. وبعد ما خلصت قبل ما تخلص التحقيقات قالت ان جوزي، شوف هي اعترفت، بعدين قالت ان جوزي هو اللي كان بيضغط عليا وكان بيهني، وقال انت ما تعرفيش تربي الاولاد، اذبح البنت بالسكينه، ارميها من البلكونه، حاجه غريبه جدا يعني حطيتها عن تحت ضغط يعني نفسي. وكانه زوج كان بيحرضها على ده بالظبط كده. طب قول لي يا استاذ محمد، هي عندها كم يعني كم طفل في الاسره، يعني كم بنت كم ولد؟ هو قبل ما نقول لحضرتك على نرد على السؤال ده، في جزئيه مهمه جدا، تمام، ان الجزئيه بتاعت الدحاح بالسكينه وارميها من البلكونه النيابه العامه ما اثبتتهاش في التحقيقات. ما يعني هي القضيه يعني القضيه برمتها زي ما بيقولوا، يعني هي امام النيابه العامه دلوقتي وهي متهمه والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن احنا امام جريمه حصلت فعلا مش كده؟ هي جريمة حصلت ولكن ما عرفوش مين دلوقتي. تمام، بس هي يعني البنت الطفلة الصغيرة يعني عمرها قد ايه؟ يعني كنت عايز 14 يوم بالظبط، ولقوها في خزان مية مش كده؟ على كلامها هي ان هم لقوها في خزان مية، وطبعا دلوقتي الطب الشرعي يطلع الجثة، تمام، من مقابر زاوية سالم، واخد عينه ودفنها تاني عشان جميل. يعرف ايه سبب الوفاه. طيب حضرتك اكيد عندك معلومات عن هذه السيده اللي هي الموكله بتاعتك يعني. طبعا عندها كم طفل؟ عندها احمد عنده 5 سنين. احمد ومريم الصغيره هي 14 يوم اللي هي ماتت دلوقتي بالظبط. طيب يعني ما كانتش بتعاني، يعني مش زي ما احنا تخيلنا انه خلفتها كلها بنات، يعني مع انه طبعا الواحد بيتحفظ على هذا الموضوع يعني، لكن مساله انه في ولد يا سيدي، اذا انت يعني انا بتكلم عن جوزها، لو انت عايز ولد ما هو انت عندك ولد يعني. مظبوط، ربنا كرمه باحمد، بسم الله ما شاء الله عليه، ولد سوي وكويس الحمد لله. جميل جدا. انت بقى يعني فكرتك ايه عن الموضوع او تصورك ايه عن الموضوع؟ هو بداية الأمر إن في بلاغ جاي من الصحة بيقول إن في حد دفن بنته بدون تصريح دفن، وهم كانوا متهمين الزوج والزوجة على كده إن هم ما معهمش تصريح دفن، ما ده الشيء المريب. أيوه. بعد كده إن هي دخلت جوه النيابة وقالت إن هي قتلت، لما طلعت بره قالت لي أنا ما قتلتش، وفضلت تبص لحد معين، طبعا ده الكلام ده أنا هنقدم بيه مذكرة للنيابة العامة إن شاء الله يوم السبت،
وتخاف منه لدرجه ان قالت لي اقفل الباب انا عايز اقول لك حاجه. قلت لها خير يا ساره؟ قالت لي انا ما قتلتش، والله ما قتلت، اللي قتل زوجي. يا بنت الكلام ده ما حصلش، انت بتكذبي. قالت لي والله ما انا اللي قتلته، حط السكين على رقبتي ورقبه ابني. وكان معاه حد اشرف، اخوه اشرف طبعا، ده عشان انا ما بحبش اتهم حد ظلم، ده على كلام ساره اللي هي تمام الزوجة يعني. بالظبط كده. اشرف ده اخو جوزها، شغال في الشرطه، وفي الشرطه، وهو اللي كان رايح يطلع تصريح دفن، وبعد كده قال لهم ادفنه. يعني برضه هو متستر على جريمه. النيابه العامه استبعدته، استبعدت الراجل ده ليه مش عارف، لان اقواله نفسها بيكذب، بتاع الصحه، بتاع الصحه بيكذب ليه؟ لغايه دلوقتي انا مش عارف، في تعتيم غريب وفي تضليل للراي العام. يعني في كل الاحوال الحقيقه ستظهر يعني في لحظه معينه، يعني نخلي النيابه يعني تكمل تحقيقاتها، ونتابع مع النيابه مع حضرتك يعني الى اين ستصل هذه القضيه البشعه او الجريمه البشعه، يعني سواء بغض النظر عن التفاصيل، في جثه لطفله بمعنى انه في جريمه حصلت، والامر كله امام النيابه، وزي ما احنا قلنا المتهم بريء حتى تثبت ادانته. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الجرحي محامي الام.